نظمت مديرية الصحة والسكان بمحافظة قنا قافلة طبية مجانية بقرية بركة التابعة لمركز نجع حمادي ضمن فعاليات القوافل الطبية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث وقعت القافلة الكشف الطبي على 829 مواطنا في 7 تخصصات طبية، وذلك انطلاقا من حرص الدولة المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية. القوافل دي بتبقى فيها أكثر من 6 أو 7 تخصصات، في عندنا برضو معمل متخصص لجميع التحاليل، في صيدلية فيها لا يقل عن 130 صنف تصرف مجانا للمرضى، في برضو قسم أشعة، جميع الخدمات مجانية تماما للمواطن المستحق لهذه الخدمة. برضو عندنا برضو خدمة العلاج عن نفقة الدولة، بنوفر على المريض أن يروح مشوار لمستشفى في المركز أو المدينة، احنا بنجيله لغاية عنده علشان نعمل له قرار عن نفقة الدولة. الحمد لله احنا كشفنا جراحة وكشفنا بطنة وعملوا لنا تحاليل وإشاعات، والحمد لله بنشكر السيسي عشان عامل لنا قافلات كله ببلاش، بيجي لنا مجانا هنا. انت جرحت فين درسي؟ وشفت على الاشاعه تمام وكل حاجه ببلاش، و100 وشكر السيسي.